ما تشد نفسك شويه يا استاذ ابراهيم وخلص بسرعه يا اخي. حاضر استاذ. عروسه مستعجله. يا اخواتي خلصوني بقى، زمان الفرقه الموسيقيه جايه عشان البروفه. ما تخافيش يا ماما، والله هتتجوزي. عقبال يا رب عقبال ان شاء الله يا حبيبتي. بس انا الاول يا نجوى شوفي انا داخله اوضتي عشان اكمل مكياجي. افيالي منك يا نواعي. طيب بولا سيرا نجوى، بولا سيرا، بولا سيرا، بولا سيرا. لازم تخشي بالدوشة والهلالة دي. ميرسي. العفو. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام قوي يا اخي حلاوة. لسه اسألك سؤال من زمان محيرني. اتفضلي. انت صحيح واخد دكتوراه من ايطاليا؟ طبعا، وهي العصاية دي هيدوها لأي حد في ايطاليا لما يكون واخد دكتوراه. ما شفتش دكتور خد عصاية هنا زي. طب وأمك بتعمل إيه في الداخل يا سنيورة؟ نجوى. انها تستعد للحفل الميمون يا سنيور متولينو. وانت ليه ما استعدتيش للحفلة يا نوجة؟ سؤال وديه. اولا انا برونتو. برونتو؟ يعني ايه برونتو؟ يعني مستعدة بمكياجي بتاع ايطاليا. حصلت كمان نغلط في الناس الغرب. انا عارف امك بتعمل ايه دلوقتي. امك لا تكذب ولكنها تتجمل. يا سلام، عيب يا سنيور متولينو ما تقولش على امي كده. طب دي نواعم زي القمر، دي احلى منك. ممكن. طبعا. ما تشوفوا لنا بقى شويه كافينو كده واحنا قاعدين هنا. سي سنيور. ها سنيورا. انا اتضربت في دماغي لما قلت تاخد الدكتوراه بره، ممكن تاخدها هنا احسن. ما تزوقيني يا ماما. أوامي يا ماما، يشتغل عليا زي القمر جنن. والله من القمر كمان يا ماما. بس أنا عايز أفهم حاجة. نعم. أنتي لابسة طرحة الزفة ليه؟ وإحنا هنزفك؟ ده إحنا يا دوبك بنجهز لحفلة نجاح أحمد وحسن. طب وحسن ده هيبقى لي إيه بعد كده؟ هيبقى جوز سيادتك الثاني عشر اللي هتقفلي بيه الدستة إن شاء الله. والأخير. آه، مين عارف؟ يعني إيه بقى مين عارف؟ انا ما اقصدش حاجه، بس يعني ربنا يديله الصحه والصبر ويكمل مع حضرتك، ما يكونش نفسه قصير زي اللي قبله. يا بنت حسن ده انا مربيه على ايديا من يوم ما جه البلد وهو كان لسه واخد الثانويه، حتى ساعده لحد ما اخد الشهاده الكبيره بتاعه الطب. اه، بتاعه جنينه الحيوانات. جنينه الحيوانات. يا ماما اسمها شهاده الطب البيطري. بيطري بيتر يا ماما. اي حاجه. وقال هو لسه خدها. اولا بكره ياخد الشهاده. حاضر يا ماما. ثانيا بطلي تقولي لي يا ماما. الله، امال اقول لك ايه بس يا ماما؟ طب قولي لي عايزاني اقول لك ايه وانا اقوله. يا بنت ما تقوليليش ماما. امال عايزاني اقول لك ايه بس يا امي؟ قولي لي يا طنط. ايه؟ ولا اقول لك طنط دي كمان كبيره شويه. قولي لي يا ابله. ابله؟ اه، زي بعض. المهم الاقي حاجه اقولها لك وخلاص. انت عارفه يا بنتي لما الناس بتشوفك ماشيه معايا في الشارع. اه. يقولي لي انت لحقت تخلفي دي امتى؟ وبتقولي لهم ايه يا ماما؟ قلت لهم اتجوزت بدري، اياميها كان عندي 9 سنين. وبيصدقوكي؟ ان شاء الله ما صدقوا، المهم انهم يعرفوا. طب وانت بقى زعلانه ليه؟ طب ما انا مربيه لك عريسك على السطور. مربيه لي ايه بس يا ماما؟ هو ده كربط. مع حسن. اه، ما انت بتزغطيهم. عموما انا مش قصدي الحكايه دي خالص، انا اقصد يعني الزفه لزومها ايه دلوقتي؟ دي سابقه لاوانها خالص. انا اول حسن ما ياخد الشهاده اروح مكلبشاه على طول. اللي تشوفيه يا ماما. ماما قولي لي يا ابله. انا ابله. حاضر يا ابله. ما يا ابله انا واعي. اه خلاص. بت قولي لي انا حلوه كده؟ حلوه قوي يا ماما زي الابله. يا بنت ابله ابله ابله. حاضر يا ابله ما تعصبيش كده. ابله حد يقول لامه يا ابله. زي بعض. قولي لي انا اللي ماما. ماشي احسن. اتفضلي يا ننوس. اتمختاري يا حلوه يا زينه. الله اكبر عليك يا ماما. يا عروسه انوسك يا وجوز انت يا عمر. ربنا يرزقك بعروسه زيها يا رب يا يا الله احفظي عليكي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده كله؟ يا سلام، ده انت احلى من كل العرايس اللي انت مشيتي بجوازاتهم. ربنا يكبر بخاطرك يا دكتور. بس ايه؟ انا كان رايي ان السنيوره نجوى هي اللي تتجوز الاول. ربنا يخليك.
السنيوره نجوى لسه صغيره وهي جت لها عرسان كتير بس رفضتهم. والنعمه الست دي هتوقف حالي ولا صغيره ولا حاجه، بقى عايزه اتجوز 11 جوازه تتجوزهم وانا قاعده في قرابتها وهتكمل 12 اهو. الله اكبر عليك. اتجوزي يا اختي. برضه السنيوره نجوى لازم تتجوز الاول، يعني لازم تتجوز الاول. صح. هو ايه ده؟ طب خلاص زي بعض، اتجوزي انت الاول. خلاص. بقول لك ايه؟ نعم يا ماما. هو حافظ اتاخر ليه؟ معلش يا ماما ما تسربعيش على الراجل كده، الغايب حجته معاه. حجته ده ايه؟ ده كل المشوار ما يطلعش نص ساعه رايح جاي. وانت حضرتك بعتيه فين يا طنط؟ بعت يجيب لي مزيكه البوليس عشان تعمل البروفه اللي لادي وبكره تزفني. وفرقه البوليس ليه؟ اصل هتجوز رسمي. لا يا ماما انت هتتجوزي حسن. ده انت لو كنت قصدتوني كنت كنت كل فرقه المزيكا بقت ايطاليا وزمانها خلصت ومشيت. بقول لك ايه؟ ايوه. اطلع يا اخويا شوف العريس فوق، هات لي حسن وتعالى. حاضر يا طنط. لا مستعجله قوي. حاضر يا طنط. تفتح عليك يا ماما قمر والله. بس وحيد النبي اتجوزيني بعديكي بقى على طول. يا مساء العندليب. اما حضرتك ايه؟ ايه يا استاذ؟ اتاخرت ليه؟ اما يا ستي بقى جبت لك في فرقه مزيكا، انما اللي هي ما تبقاش تتاخر تاني، فاهم؟ هنزلكم. طب انت عندك هيتحاسب. حاضر. المزيكا بقى دي انا طلبت منك تجيب لي مزيكه البوليس. يا ستي وجبت لك مزيكه البوليس السري كمان. بس اهم جم. يا ماما انا هيصلك شويه هيصه بقى ما حصلتش، بس اتجوزي النبي. طلعنا الكباتن. كنتش انا ونجوى بنحب بعض كنت نزلت لك عنها، وبعدين انت ترضى تتجوز واحده بتحب واحد تاني؟ وبعدين يا اخوانا مش كده الدنيا تحت واقفه على رجل، واحنا هنقضي الليل في حدوته زي دي؟ ما تخلصونا بقى. والله والله حاولت في اخر يوم في الامتحان البخ في ورقه الاجابه عشان الاقي عذر قفلت بيه من الست نواعم بعد ما اسقط، لبخت على قد ما قدرت لما في الاخر ما قدرتش، ضميري ما سمحش. ضميرك ما سمحلكش تلبك في ورقه الاجابه، ولا ضميرك ما سمحلكش تخون الوعد اللي وعدته النواعم؟ يا حبيبي افهمني، الست دي مدومه 11 راجل طوال عراه، انا لسه في عز شبابي، ما تفهمه. رد عليا يا متولي، انا زهقت خلاص. لا ما برضه انت غلطان يا حسن، دي عيله صغيره وبتصدق، وبعدين دي حلوه وفي عز شبابها، وانت ما كانش لازم توعدها برضه، يعني الا البيض الاماره دول. قول له جننوني. لا اوعدها ايه؟ والله العظيم ما وعدتها، هي اللي حطتني في دماغها من يوم ما وصلت من البلد. انت برضه كنت تحاول انك تخرج من دماغها. ليه يعني؟ ما كانش قافل عليك يعني؟ ده الضمير والاخلاق هما اللي بيقولوا كده. ايوه. وحسن عنده ضمير واخلاق، عشان كده هيصلح غلطته. مش كده يا حسن؟ الله، انت هتعملهم عليا؟ وعشان انت هتتجوز نجوى تدبسني انا في القرشانه دي؟ عندك حق، لكن ما باليد حيل. اعتبرها حادثه يا اخي، قضاء وقدر. يا اخوانا انا مؤمن بالقضاء والقدر، انما ربنا قال ولا تلقوا بايديكم في التهلكه، والست دي هي التهلكه. يا اخوانا انا شايف ان احنا لازم ننسى الخلافات اللي بيننا وبين بعض،
وباذن الله ان شاء الله الجوازه دي هتتم، وباذن الله انت حضرتك بكره تروح تشوف الكليه بتاعتك والنتيجه بتاعتك وترجع، وهيبقى لها الف حل ان شاء الله. اه وده الكلام. حاضر. انا عارف انها ليله مطينه مطينه. طيب الولد ده يا موسيقار قوي قوي قوي. على خيره الله يا باشا. والله يموت. لا ما فيش مكوى. مع السلامه بقى، مش ناقصينك. يو مين يا نكوى؟ مين؟ مش عارفه اقول لك ايه. انا واعظ. ايه المكوى دي؟ مكوى دي حسدتني. بتضربوا مزيكا حسيني ليه؟ وهو مرشد عسكري. اصل بكره الحرب. معلش يا ابو علي، يعني انت راجل وقدها، شد حيلك. انا بالاذن بقى انا همشي. على فين؟ انا رايح اقابل الجو بتاعي. انا هقعد معاكم هنا ليه؟ انتوا جايلكم على اخر الليل. طب ما تاخدنا معاك يا جدع. بقول لك رايح اقابل الجو بتاعي. خليك انت مع الجو بتاعك. سيب الجو بتاعي. مسوار خالو. اهلا اهلا. مسوار بالقوي. مسوار يا حبيبي. سيجاره يا خالو. ايه يا ولد؟ انت هتشرب سجاير قدامي؟ مؤاخذه. اسف اسف يا خالو. بصحتك. اه كده معقول. بصحتك. يا خالو جيت مصر من امتى؟ من 3 ايام بس. ونازل فين بقى المرة دي؟ في شقتك العادي. لو تقول لي شقتك دي فين بس؟ سلام. أنا كمان هقول لك شقتي فين؟ ده مالك أنت ولا شقتي؟ ليه بس يا خال؟ قول لي يا فالح، عملت إيه في إيطاليا؟ عملت البيعمة. خدت دكتوراه في المزيكا بدل ما آخد دكتوراه في الطب، وكلها دكتوراه. أديك لا فلحت لا في الطب ولا في المزيكا. عايز تقول لي يعني إنك قعدت في أوروبا 6 أشهر، دول هيخلوك مزيكات وكمان دكتور. وفيها ايه بس يا خالو؟ ده في ناس يا دوب عدت البحر وما عدتش شهر ولا شهرين واتدكتروا. ودول كمان ما حدش بيعترف بيه. اها. بس اتحاسبوا علينا وقعدوا في قرابيزنا وبقوا دكاتره. طرش يا سيدي. شوف تعالى ايه. اديك سافرت ايطاليا وصرفت كل اللي حلتك. عملت ايه؟ استفدت بايه؟ بكره بقى تسمع وتقرا عن المايسترو متولي العظيم. ابقى قابلني. خاله ده بيقولوا في المثل ولد لخاله. واديك ما طلعتش لخاله. ليه بقى؟ ما انا ليا في الحظ والفرفشه والانبساط زيك.
ولا قالوا ايه اللي يشوف حضرتك في العزبه هناك وانت ما يشوفك هنا وانت غرقان في البلاك نيمل يا واد نقره ودي نقره ما صوتش يا خالي ما صوتش انا بس مش عايزك تطبق قوانين العزبه عليا هنا واحنا في وسط ال يا خالي يا ابني يا حبيبي انا بعمل كده من خوفي على بنت خالك من كتر اللي بشوف في الكباريهات وغيره وغيره حد يا خالي يجيب لبنته في العيد الكبير نعجه بدل خروف انا حالف ما يخش عزبتي اي ذكر عازب طب ما حسنين بتاع وابور الطحين ورجاله غيرهم وغيرهم كتير قوي و شاورني كده على راجل فيهم مش متجوز وانا اعطده برا العزبه طب ده انا دايخ على مهندس زراعي يكون متجوز مش لاقي طب افرض يا خالي لقينا مهندس جديد ولسه متخرج نوفي من كليه الزراعه انت تشغله وتجوزه بمعرفتك ابدا لا يمكن يدخل عزبتي اي عازب ابدا فاهم 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 طوالي من ناحيتي بقى هدور لك على واحد ويكون متجوز كمان ايه رايك يا خالو في الحاله دي قلبي هيرضى عليك وتدخلني العزبه بشرط اكون متجوز صح شوف يا خالو ليك عليا بقى انا هتجوز لك حته جوازه انما ايه ويا ترى بقى هتتجوز مين لا 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 يمكن بلاش بلاش ايه بلاش حسن مالك يا حسن ايه في ايه اللهم اجعله خير ايه في ايه خير كنت بحلم لا مش حلم ده كابوس كابوس حلمت ان انت ونواعم معايا في الحلم هي قفشه في رقبتي وانت واقف بتضحك طب يا اخي مش كانت بتتجوزك طب مش عيب عليك تبقى صاحبي ومعايا في الحلم وهي قفشه فيا بتتجوزني وما تبعدهاش عني يا اخي ده حلم يا حازم ربنا ما يحققه يا سونسون افتح يا سونسون حقق يا حبيبي قوم افتح لها انا قلت ايه اجي اصحيكوا لحسن ما تلحقوش تروحوا تشوفوا النتيجه هي النتيجه هتروح فين النتيجه يعني ما هي متعلقه على باب الكليه لحد ما الصعطيني اتروح طب يا اخويا معلش بقول لك ايه نعم. تيجي اغسل لك وشك انا لسه غسلت الجمعه اللي فاتت انا قعدت اغسل في وشي على طول يا عيني على الحب بقول لك ايه نعم. يلا بقى عشان ايه انا مرتبه لكم كل حاجه زي البروفه اللي عملناها امبارح ومحضره لكم الناضورجيه على اول الشارع يعني ايه الناضورجيه ناضورجيه زي بتوع العصابات يعني ودول بيعملوا ايه يعني انا اقولك انا موقفه واحد على اول ناصيه الشارع العمومي اول ما يشوفكوا هلي يروح مد اشاره للي بعده واللي بعده يدي اشاره للي بعده واللي بعد بعده يجي يبشرني بالخبر السعيد طب والنادورجي الاولان هيعرف ان احنا نجحنا منين كل واحد فيكم يحط وردة بيضة في عروة الجاكيت طب انا هلبس قميص ابقى حطها في جيب القميص وفريد سقطنا بقى بعد الشر ده انا كنت اموت نفسي على العموم لو سقطنا هنبقى نحط وردة سودة الشر برا وبعيد ناجحين ناجحين ان شاء الله انا قلبي ما يكذبش ابدا يلا يا حبايبي كده البسوا وتهندسوا على منزل انا بقى ما اكمل لكم بقيه الترتيبات بالتوفيق يا رب يا رب احمد مش معلم احمد نجحت يا بتوعد مبروك مبروك الف مبروك الواد حسن عمل ايه هو راح يشوف نتيجه زمانه جاي هو جاي هناك اهو اهو ده جاي ماله زعلان كده ليه لازم سئ ايه يا حسن عملت ايه يا حسن شفت النتيجه اه ونجحت هو اللي بينجح بيعيط فهمت بتعيط على مصيرك المظلم مع نواعم اثبت يا حسن هي هتتجوزك غصب عنك ما انت عارف يا احمد ست نواعم ست قادره بعدها رجاله ياكلوا الزلط ولا يهم سيب الموضوع ده عليا انا هتعمل ايه يا متولي هخرجكم منها زي الشعره من العجينه هيديني على كتفك
يلا بينا. ايدي على كتفك. انا على فين الشافو؟ اهدى يا خرابي، ما انتوش حاطين الورده البيضه ليه؟ لا اصل بتاع الورد مش موجودين كلهم في القرفه. في القرفه؟ فلا الله ولا فالك. لا ارض ابيض ولا ورد كحلي. لا ابيض باذن الله. عن اذن حضرتك. على فين؟ طالعين غير القمصان عشان احتفل بنظافه. نظافه؟ طب نوم نضغطهم زي الفل. زي الفل ايه ده؟ من بره رخام ومن جوه سخام. يا بس بس لا لا انا رايح مشوار وجاي على طول. ما بيرفع علي حاجه ومش حاجه. حسن بقول لك ايه؟ انا هنزل عشان لو كانت طالعه عطلها، وانت جهز نفسك وزوغ واستناني هناك. ماشي؟ زي ما اتفقنا يا ابو علي. ربنا معاك. حاسدين الناس مالكم ومال الناس، كل قلب بألم. طالعه على فين؟ يعني هكون رايحه فين؟ طالعهكم طبعا. هو انا ورايا حاجه غيركم؟ امك دي مش ناويه تعب تشيل الواد حسن من دماغها؟ ما افتكرش. دي بتقول انهم انبياء والنجوحه اولى من لحم دول. وانت ايه رايك؟ لا يا عم انا ماليش راي في الحكايه دي. انا خايفه اقول لها رايي واعرضها تقوم تطردكم ونحتاس احنا. نجم لو قلت لك على حاجه تقوليها لامك؟ ضروري طبعا. مش امي؟ لا ده سر، لو طلع بره هينتهي كل اللي بينا. لا 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 يا احمد، مش هفتح بقي بولا كلمه. السر كبير. انا وحسن هنهرب، هنقعد فترة كده وبعدين أباجي أخطب. ما تسيب حسن يهرب لوحده، ده إيه ده؟ لو حسن هرب لوحده وفضلت أنا، أمك هترفض تتجوزك ليه؟ ليه؟ هي مالها ومالك؟ ممكن تحملني مسؤولية هروب حسن، لكن لما أجي فترة وأرجع لها ممكن تكون نسيت الموضوع وأفهمها إن حسن مات، وفي الحالة دي هتوافق على جوازنا على طول. بحبك كتير. انا ما اقدرش اجيب عليك يا حبيبتي. انت لو تعرفي انا بحبك قد ايه يا نجم. بحبك يا حسن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايوه سليمانكم. وهو هينزل منين؟ هيرمي نفسه من الشباك. من الدور الثالث؟ برضو ارفع من امك. يا حرام. بس على كده ده زمانه خطف روحه. ربنا يستر. المهم يا نجم انا لازم امشي دلوقتي. هتوحشيني قوي يا نجم. وانت كمان يا نجم. خلي بالك من نفسك. باي باي. حسن سون سون.
طبعاً ومعاه كارت. في هنا تليفون ولا مفيش؟ ده مفيش عند البقال اللي تحت. هي العصايه دي اللي جايه من النحس. بالغيرها انتوه يا ابني. انتوه ايه؟ انا خايف اكون قفشته وهتجوزه بدالي. لا يا حادق، ابو حميدنا ما يتقفلش ابدا. امام صديق العمر الفتنة. يلا بينا بقى عشان نروح نقابل خاله. يلا. طب ما كنا نقعد نرتاح شويه وناكل لهم ولا حاجه. بقول لك ايه، خليك انت مطرحك وهنروح انا واحمد نقابله. طب ما اروحش معاكم ليه؟ يوه يا جدع مالكش دعوه انت بالحاجات دي. انا جت في دماغي بقى حته دين فكره احكي لك عليها لما اجي. طب ما تقول دلوقتي. يوه ما ينفعش هنتاخر. يلا بينا حمام. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. الواد متوليه ده ما يريحش. لا هو ولا عصايته. تعال الميه حلوه، تعال. تعال يا زعزوح، تعال الميه حلوه. الله. ميه حلوه. متزمت وراجعي جدا. طب معقول واحد متزمت وراجع يجي اماكن زي دي؟ انت مالك يا اخي؟ هو متزمت في الريف بس. اه متزمت ريف يعني. اللي تحسبه. هو ده خالك؟ اه. مؤخرة خالي. صباح الخير يا خالو. ايه يا ولد؟ انت مش معاك الساعة 11؟ ايوه انا قلت اجي بدري شوية، ما فيهاش أي حاجة. وبعدين باشمهندس أحمد مش غريب. أيوه بس كنت أعمل حساب. ما حضرتك في منتهى الحشمة خالص أهو والله. مين سيادة؟ ده الباشمهندس أحمد اللي كنت كلمت سيادتك عليه. قبل ما تقعد متجوز؟ متولي قال لي رد على سؤالي، متجوز ولا لا؟ ايوه يا خالي متجوز. متجوز متجوز متجوز. عظيم عظيم. عندك ولاد؟ لا. ولا الست؟ ولا الست. ممكن اقعد بقى؟ اقعد. اصله متجوز قريب قوي. امتى يعني؟ دلوقتي بس. ايه؟ هي مش حلوة قوي يعني، لكن متولي انا زوجتي يا سعادة البيت في نظري احلى زوجة في العالم. شيء جميل، انا سعيد جدا اللي بسمع منك الكلام ده. قول لي بقى يا حبيبي، انت هنعينها؟ تعين مين يا فندم؟ مرات. تعينها ليه يا فندم؟ الله، هي مش هتدخل عزبتي وتعيش مع اهلي وبهايمي؟ مظبوط يا خالو، مظبوط مظبوط. وكمان هتشتغل عندي؟ ايوه. هتشتغل ايه عند حضرتك؟ دكتورة بهايم. انت مش قايل لي انها دكتورة بيطرية؟ ايوه يا خالي، دكتورة بيطرية فعلا. مراتي انا دكتورة بيطرية؟ بتخبي ليه يا احمد؟ هو فعلا يا خالي ما كانش عايز تشتغل، لكن انا ضغطت عليه وهو وافق. انا؟ انت وافقت وقلت ايوه، يبقى خلاص. اللي تشوفه يا متولي. خلاص. انا هسافر بكره وانتوا تبقوا تحصلوا لي بعدها بيوم ولا اتنين، اكون جهزت لك مسكن ولمراتك زريبه. زريبه؟ قصدي يعني عياده. كده تمام طبعا. الف مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك. خالي وافق على تعيينك انت والمدام. الله يبارك فيك. الف مبروك. الله يبارك فيك. متشكرين قوي يا خالو. سلام عليكم بقى. مش تشربوا حاجة؟ اخيرك لاحق ان شاء الله يا فندم. بتولي؟ ايوه. اوعى تخش يا عزبتي الا وانت متجوز، فاهم؟ فاهم يا خالو، فاهم قوي. صباح الف شكر يا فندم. الف. مع السلامة. اخوانا لا يمكن. لا يمكن، ده تزوير في اوراق رسمية واشخاص رسمية كمان. ومين بس اللي هيكشفنا؟
ده خالي وانا عارفه، والنهارده مراته ومات الدماغ ونعمت على الاخر. طب افرض سبب او لاخر اكتشفنا، تبقى فضحتنا بجلاجل يا استاذ؟ يا سلام، وانت لما انا واحد تقفشك وتتجوزك مش هتبقى فضيحه بجلاجل؟ طب ما انا ممكن ارفض الجوازه دي. كل الناس هتهزقك وتقول عليك قليل الاصل. قليل الاصل اللي مش عايز يتجوز واحده قد امي، ولما هي قد امك وافقت ليه انها تصرف عليك لحد ما اتخرجت من الجامعه؟ ها؟ اجرها عند ربنا يا اخي. واديها عايزه اجرها دلوقتي. اصل ما اصلش ولا غيره. انا خلاص جهزت كل حاجه، وادي القسيمه بتاعت الجواز بتاعت امي وابويا اهي. عايز ايه تاني بقى؟ طب ودي عشان ايه؟ ما دام جواز يعني قسيمه، وانتوا الاثنين هتبقوا متجوزين، لازم يبقى في قسيمه. انت امك وابوك اتجوزوا النهارده يا متولي. اساميهم مخالفه لاسامينا، وبعدين انا راجل وامك ست. بتنح ليه؟ ما تقول له حاجه. انا خلاص جهزت كل حاجه، صورت القسيمه وعملت نسخ من البطايق. طب وانت ما تعملش ست ليه انت بقى؟ عشان انا اللي قابلت خدمة والد، وبعدين انت صوتك حلو يا اخي ينفع مع الحريم. والله انا كنت بفكر ان انا اللي احلك يا اخي. وبعدين انت ناسي انك كنت رئيس فريق التمثيل وطول عمرك بتدور على الفرصه، وادي الفرصه جات لك لحد عنك. حسن نفسنا بقى ناكل عيش من عرق جبيننا احنا يا اخي. شفت بقى انها قفلت زي الضمنه ازاي؟ عندك انت حل تاني؟ خلاص بقى سم كده. السلام عليكم يا اخوان. هي دي العزبة؟ تعال. هو بعد التلغراف قايل ان في شيخ غفر وبهايم هيستنونا. اي لا في شيخ غفر، لا في شيخ غفر ولا في بهايم ولا في اي حاجه. بقول لك ايه، ان ما جاش شيخ الغفر في ظرف خمس دقايق انا هتصرف نوصل للعزبه باي حاجه. نوصل باي حاجه ازاي؟ ده احنا في هو يا جدع، هو في حد في الطريق غيرنا؟ الله سخن. طيب انت واحده ست اهو الطبع جه يمي. دبع هو ده دبع. انت يا ضبع انت، ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ لا مؤاخذه، اصل دخلت من سكه غير السكه، توت عن السكه، سكيت عرفت السكه وسكتك بضع ان شاء الله. يا سلام، وايه اللي صلح لك سكتك بعد كده؟ لا مؤاخذه، سكر عرف السكه لوحده. سكر؟ هو ده سكر؟ ايوه يا حبيبي هو ده سكر. يعني الحمار عرف السكه وانت ما عرفتش يا وحش؟ لا بيته ومطرحه وعارف السكه رايح جاي على الطريق. بعد كده هنسال الضبع يا حمار. انا هركب سكر ده. يلا اطلع يا لورد. هس يا دبع، هات الشنطه. شنطه يا ولد. قالك القل وتعب السر، ها لقيته؟ لا ما لقيتوش، فص ملح ودان. طب ومتولي؟ ولا متولي كمان. انا ما يهمنيش متولي، انا كل اللي يهمني حسن. افرضي حسن هرب من وشك. هرب؟ ايوه، قوليلي بقى متولي هرب ليه؟ وش عرفك انه هرب؟ ايوه، هو مش كان معاهم يوم ظهور النتيجة واستأذن ومشي؟ أولاً استأذن ليه علماً إنه صاحبهم وحبيبهم. ثانياً حسن طلع وما نزلش. عايز تقول إنه بقولك إن متولي عارف عنهم كل حاجة. طب وبعدين؟ سيبيني متولي ده، وأنا منه هعرف حسن وأحمد راحوا فين. وهو معقول متولي يقول لك على حاجة يا فالح؟ بس ولا كلمة، حافظ هيعرف كل حاجة. ازاي؟ بعدين، بعدين هقول لك على كل حاجة. يا ناجس. ايه؟ هما الولاد لسه ما وصلوش؟ لسه يا سعادة البيه. عمري ما بعت ضبع الكلب ده في مشوار ورجع في ميعاده. الغالب حاجته معاه يا سعادة البيه. هو مش معاه الحمير التلاتة؟ ايوه يا سعادة البيه. طب دي الحمير عارف الستة كويس، ايه اللي اخره؟ ما هو برضه الحمير حجته معاهم يا سعادة البيه. فين سرايا؟ ايه؟ تعالي يا اختي اسمي اطلع عليه. نعم يا بابا. ايه ده؟ ايه في ايه اللي عملت نفسك ده يا بنت انت؟ عامله ايه؟
قمر يا سعاده البيه قمر وحشمه ومحتشمه وبنت الاصول. بكره الدنيا تروح. اتفضل يا بواتي. هنا ايه؟ احنا لسه ما وصلناش العزب. اوعى حد يتحرك من مكانه غير لما اجي معاكم. الاوامر كده، ممنوع حد يخش من غير ما اكون انا معاه. يلا هجرش الحمير. يا قرد يا صوت يا قرد. خش هجرش الحمير واجي لكم. يلا. هو ده اللي كان مبوظك يا دكتور. تعال نمشي فين؟ نمشي وراها. اثبت يا حسن. بطني يا اخي ما تخافش مع متولي سابع عشان يوضب الجو. يوضب؟ انا خايف الراجل يكشفني عندي اسهال. اول ما يوصل هخليهم يطلعوك الحمام يا اخي. طيب بطني بطني. اثبت. انت يغلب عليك يا ضب. اسكتي بقى. كان مره ايه نفسي هفانه على التفاح، قلت له هات لي تفاح يا ضب، قال لي ما فيش غير رنكش. رنكش؟ قلت له طب هات لي دوم. دوم؟ دوم مش معقول هنرجع. لا زي ما بقول لك كده. يا جدك ايه يا ضب؟ ده ضيف جم اهو. يا اهل البيت. اسمها ده بتاع مصر. يا حلاوة مصر. يا حلاوة مصر. يا اهل هو متولي هنا؟ ايوه ده مستنيكوا جوه مع سعادة البيت. طب من فضلكوا الدكتورة تعبانة شوية، ممكن تطلعوها الحمام؟ الحمام. اتفضل يا بهوات. اتفضل يا بهوات. عنك يا سعادة البيت. اتفضل يا سعادة البيت عنك. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه الحلاوة دي؟ يا اهلا وسهلا. اهو والباشمهندس احمد وصل اهو. اهلا 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 معتني عبد الله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل اتفضل. امال فين الدكتوره؟ ابدا، دي جالها مرض بسيط كده وقابلنا ستات خدوها تستريح في الحمام. يا رب يا شافي. لا مؤاخذه يا سعادة البيه، اصلي توت توت بتوه في بلدك يا ضبع. اعمل ايه يا سعادة البيه؟ اصل دخلت في سكه غير السكه والحمير دخلت في سكه هي السكه، ففي الاخر مشيت في سكه الحمير وفي النهايه قصدت. يعني انت وقت الحمير. اطلع يا فارس اطلع يا شيخ. يجي على السكه البيضه ان شاء الله يا سعادة البيه. فظيع. توه الحمير. امال فين القسيمه؟ البطايا والقسيمه صورناها وديناهم للمتولي يا فندم. اهو اهو مكان. صور البطايا. ايوه. وادي القسيمه. وادي القسيمه. احمد حسين البولالي. الف اللالي يا سعاده البيه. الف اللالي. ايوه سعاده البيه. واحد لاقي مكتوب طالب في كليه الزراعه. اصل انا ما غيرتهاش من شخصيه العائليه، قلت اغير هي والمهنه مع بعض. على خد الله على خد الله. حسن. حسن 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 بالضمه خالو بالضمه حسن. اسم جميل حسن ده. انتوا يا اولاد متاكدين ان القسيمه مدقه للبطاقات؟ طبعا. خبر اسود. ايه يا خالو؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ تاريخ الجواز 1928. ما هو يا فندم 100% يا خالو المأذون غلط، هي 1982. ايوه تلاقيه كتبها من الشمال لليمين. اصله متخرج بالانجلش سكول. قلت لي. طيب لما تنزل مصر تبقى صلحها. طبعا طبعا. وده فين مراتك؟ مراتي مين؟ مراتك مين؟ انا مش قايل لك ما تخشش العزبه الا وانت متجوز. طيب طيب طيب، ما الجواز خاله جاهزه وكل حاجه، بس حضرتك عارف ال فاهم. هديلك اللي انت عايزه تروح تخلص نفسك وترجع لي على طول. يعني وي بس مضى عليك يا اختي. معايا يا اختي. معايا يا اختي. حسين شقي ده يا اختي. يا اختي اسم الله عليك يا اختي. بنقول ده. خدي يا اختي خدي يا اختي خدي اسم الله عليك. دي كراويه كراويه. ايوه كراويه. خدي يا اختي خدي ده، هي فيها الشفا. خدي. متشكر قوي. متشكره قوي. اسم الله عليك. كان دايما حدانا ايه، حد يعيا ولا يجرى له حاجه امي تجيبني كده الله يرحمك ياما تقول لي نرجس اسقيه بايديكي علشان يخف. ايوه ويحصل له الف بركه ويرتاح على طول. وي وي وي. وكان بيخف؟ لا يا اختي ما كان. لا يا اختي طبعا يا اختي كان بيخف يا طعك. شربات شربات يا دكتوره. خدي يا اختي خدي. اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله. ما تخافيش كفايه. ما تروقي بقى ما تروقي. انا طب اضحكي اضحكي بقى. طب انت لازم تضحكي. الله هتنكدي على روحك ليه؟ طب داني قالوا لي عشان اللي في بطنك ده يطلع دمه خفيف لازم تضحكي على الفاضيه والمليانه. تلاقيني كده انا عمال على بطال عمال اضحك. ليش هتضحكي؟ اضحكي بكره الضحك بعوف السوق السوداء بالدرر. بس انا ما فيش في بطني حاجه. اها وانت ايش فاهمك انت؟ انا متاكده انك انت شايله بس على خفيف. ايه انت قادره؟
مساء الفل والحلاوه يا لو لو. برضه مصمم يا ميتو ان احنا اللي نتجوز وبعدين نسافر العزبه؟ طبعا. بس يهون عليك الشغل برضه يا راجل. بقول لك ايه؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وانت وافقتي بعظمه لسانك؟ بس فكرينا. مساء الخير يا عم يوسف. اهلا يا صناديه، مساء الفل. مساء الخير يا عم. مساء النور. اهلا خير يا حبيبي. ما جالكمش ساعه توليني اللادي؟ توليني؟ مش حاطين الست لواحظ؟ ايوه. تاني يوم على الشمال، ما هو اللادي وكل ليله بنجاح عظيم. يشكر يا عم. قال متوليني؟ قال متوليني ولا تغديني؟ وان ما عجبتكيش العيشه في عزبه خاله بعد شهر ولا اتنين نخلع على طول اروحي. بس يا حبيبي انت عارف انا لو سبت الشغل هخسر كتير. ومين قال لك بس انك انت هتخسري ولا هيجرى لك حاجه؟ احنا هنعيش مع خاله في العزبه وهنبقى متمرغين في النعيم كلنا. ودينا عينت في العزبه مهندس زراعي دكتور بيطري برضه من طرفي. على رايك، وانا عايزه ايه من الدنيا غير الستره؟ واو، نجرب شهر شهرين صح؟ يا روح قلبي. بس كده مظبوط يا اختي. شبابها حلو يا اختي، جمالها حلو. كده كده فل. ابعد عني. انا بس هعمر لك خدودك شويه. يا اخي كفايه بقى. انا هفضل على حل كتير. الباروكات هرت نفوخي. بعدين لما بيبقى في ستات موجودين انا بموت لجلدي، بخاف نتكشف وتبقى مصيبه. افرض اتكشفنا صحيح يا حسن، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هناكل علقه ما كلهاش حرام في حرسات. دي هتبقى علقه جامده قوي. مين؟ مين اللي بيخبط؟ نرجس. عايزه ايه يا نرجس؟ تعملي ايه تسد الدكتور؟ انت طيب. انا عارف انك انت هتكشفنا من الاول. لا مش مظبوط. ايوه كده. جاموسه عندنا وزرع بيه بيحبها قوي. زرع بيه ابو الطفل؟ لا ابو العيد. عجل ايه وطفل ايه يا دكتوره؟ ما تخرفيش، يلا بينا نشوف في ايه. يلا يا نرجس. عن اذنك يا نرجس. بخاطرك يا بنتي. اختي ابو الطفل. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا رب انتهى بالسلامه يا رب، يا رب. ولد بنت، قولي معايا، قولي معايا ثانيه ولد. ايه يا ده؟ قول عجلة، مش ولد بنت. لا لا ما اقصد عجلة. هي فين؟ جوه جوه يا دكتورة. تعالى معايا يا احمد. لا انا رايح اشوف شغلي. خش تشوف شغلي. باي باي يا حبيبي. دكتورة اجي معاك يعني؟ لا انت تروحي العيادة تجيبي شنطتي. يلا من سكة السفر. قول معايا ثانية. يا رب يا رب يا رب يا رب. عجلة ايك جاروف 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 عايز جاروف 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 للدكتور جاروف. ايك يا رب تجيب العالم سليمه يا رب. اطمن يا بابي قشطه، هتقوم بالسلامه ان شاء الله. حقها ثانيه، لو قشطه جرى حاجه انا هموت نفسي. لا بنشار عليك. فاس فاس، هتقولي فاس، هتقولي فاس فاس ومقطف ومقطف كمان ومقطف. انت هتولديها فاس؟ مش شغلك. طيب شكرا. طيب الحاله دلوقتي لغايه دلوقتي كويسه خالص. سمعتي الدكتوره بتقول ايه؟ الحاله لحد دلوقتي كويسه خالص. هي عايزه مقطف ليه؟ مش عارف مش عارف. خلاص 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 ولدت. لا خلاص، جهزت لها الحته اللي هتولد فيها. يا ستي
يا ستي الواد شمبر قال لي انه سمع متولي وهو بيقول لمراته لاحظ انه هياخدهم يشتغلوا عند خاله في عزبة قرب الجيزة. استريحتي بقى. واحمد معاهم؟ احمد ده ايه؟ المهم حسن. يا والدة العزيزة، حيث يوجد احمد يوجد حسن، ولا يا اصلا منطقيا؟ منطقيا؟ انت يا بنت انت مش تكلميني عربي؟ اهو من يوم ما اتخرجت من الكلية وانا مش فاهملك ولا كلمة. شوف بقى ما دام العزبة دي اللي انت بتقول عليها جنب الجيزة، انا وراهم وراهم لحد المكسيك. ايه؟ يبقى كسيك بالخير يا حسن. صحة بالسلامة يا رب. يا رب. ده البيه هيموت نفسه عليه. صدق علي. مش معقولة كده صحتك. مش قادر يا سيدي، مش قادر. صحتك يا سعادة الباشا، صحتك. طمنينا يا دكتورة. أنا اضطريت أضحي بالأم والجنين عشان الأب يعيش. لا فادي، أنا اضطريت أضحي بالأم والأب والجنين عشان أنا أعيش. قصدي الأم كويسة، إنما الولد هو اللي ماله الولد. ربنا معانا. يا ساتر يا ساتر. ايه اللي فرقع ده يا فا؟ مش عارف. مرارتي فرقعت من ابوك. حسن دي هتجنني، بتولد اصطفاص ومقطف. الفرده فرقعت، مفيش استبن هنا. ايوه قوي قوي قوي. انا ظابط على 28. المهم ما يكونش في خطر. ايوه يا اختي ان شاء الله ولد. يا رب ان شاء الله ولد. الف 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 مبروك يا زرع بيه، اللي جابلك يخليه لك. الله يبارك فيك. ويا ترى جابت ايه؟ الله يبارك فيك. جابت ولد شكله الخالق الناطق. الخالق الناطق دي بقى اتوحمت عليا. حسب بيه عنتر عنتر عنتر. ما شاء الله. فسحوا شويه. عقبالك. تعيش. وانت مش يلا بقى نروح ولا هتستنى لغايه الاسبوع؟ لا اتفضل حضرتك وانا هرجع مع الدكتور. بس مش هنتاخر عليك. ما تتاخروش. لا مش هنتاخر. انا عارف انك انت مش هتجيبها البر. الحمد لله على السلامة يا قشطة. انت عزبتي في الولادة قوي يا قشطة. جرالك ايه يا سعادة البيت؟ جرالك ايه؟ يا كانت قشطة هترد عليك ولا حتى هتعبرك؟ يا نرجس يا نرجس، الدكتورة ولدتها بالفاس يا نرجس. بتحقق حكمتك يا رب. أنا عايزة أعرف إيه سر شعبطتك فيا؟ أنا نفسي مش عارفة، حاجة كده مخليني مش قادرة أبعد عنك ولا ثانية. أنا عارفاه. إيه هي؟ والنبي. لا ما أنا لو قلتها لك هتحبيني أكتر. لا يبقى لازم أعرف. يا بيخليك. لا لا يا بيخليك. يا أختي بقى. لا طب استني. استني بس. يا رب جيب العواقب سليمة. لا يمكن يا سنية، لا يمكن. انا هزعل منك يا دكتور. ما انا خلاص زعلت بقى. لا 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 انا ما اقدرش على زعلك، بس بعدين ابقى اقول لك على كل حاجه. لا دلوقتي اروح بداهيه. ايه؟ لا يعني قصدي يعني لما ناخد على بعض نبقى نحكي لبعض اسرارنا. بس انا خدت عليكي مساعد احكي لك عن اي اسرار عندي. بس انا لسه ما خدتش عليك. ازاي بس بقى؟ انا بقيت بحبك اكتر من نفسي. انا كمان بحبك. بس ايه؟ طيب الاول تقولي لي على سر من اسرارك. انا عشان بحبك انا هقولك على السر ده. طيب قولي لي بقى ايه هو؟ عندي مايو. مايو؟ اوكي مايو. مايو؟ ما بتروحيش بيه تنزلي في نادي ليه؟ انا اسفه بابي، من يعني من روحي اي نادي.
ومصاحبة أي بنت من زميلاتي في المدرسة، ومرة رحت معاه مصر وترجيتني تولي يشتري لي مايو واشتراهولي، بس حلفني إن ما أقولش أي حد. أمال بتعملي بيه إيه؟ أنا بنزل بالبسين بالليل من ورا بابي. وما بتخافيش لا تغرقي وينكشف سرك؟ أنا بعوم أجدع من أيها سمك، أنت بتعرفي تعومي؟ يو يا أختي، ده أنا واخدة بطولة الجامعة في السباحة. يبقى لازم تنزلي بقى. إلاقي إلاقي لا لا إيه لا 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 أرجوكي ما أقدرش أنكشف. إيه؟ قصدي آخد بال. يا خرابي، ده أنت شاطرة قوي في السباحة. أمال إيه؟ يا لهوي احمد جوزي. ماله جوزي؟ يظبطنا سوا. في دي فيها ايه؟ لا فيها ايه؟ البسي البسي، الله يسترك، استري عليا، الله يسترك. حسن سني يلا انت وهي على فوق. حاضر يا سي احمد، حاضر يا باشمهندس. يلا يا اختي. معلش يا صلاة النبي يا صلاة النبي. أي قشطة وخلفت قشطة. بسم الله عليك. عقبالك كده لما ربنا ينتعك بالسلامة وتجيب لنا سبع صغير. وفرد يا أخويا جبت لك سبعاية. يبقى هطلقك وأتجوز واحدة تجيب لي اللي نفسي فيه. بس الكلام ده بس يا صدابع قد أهو، كله بتاع ربنا، واللي يجيبه ربنا كله كويس، أهو كله خير خير خير. ونعمة بالله، بس لازم الولية تسمع كلام جوزها وتجيب له اللي نفسه فيه. طب انت بقى متجوزني بقى لك كام سنه وانا متجوزك بقى لي كام سنه؟ مش فاكر، هما يجوا 10 سنين. طب انت متجوزني بقى لك 10 سنين وانا متجوزاك 10 سنين، يعني 20 سنه قطعيه واحده. عمري كسرت لك كلمه؟ ايه لا ايه اللي في دي؟ كل مره بكسري لي كلمه دي وبتجيبي لي بنت. نفسي بقى في ولد يا عالم. يا اخواتي ومالها بس البنت؟ ده البت عين امها، البت زي الوالد. يا اختي صف الله عليكي يا اختي جميله، حسبناها ظريفه ظريفه. ايوه فهمتك يا صدام. معقول كده بقى انت عاوز ولد عشان يبقى ولي العهد؟ عشان لما تموت بالسلامه كده ان شاء الله يورثك وياخد الطين لما اموت. ايوه ان شاء الله. قريت عليا يا ولية. تصبح على خير يا اخويا. اخويا انت من قال؟ خدني جنبك يا اخويا، خدني جنبك. وي وي يا ضهري اسمع عليا، فسحي راجل شويه، فسحي يا اخويا، فسحي يا اخويا. وي وي ضهري ضهري بينها عامل حته. ودي وشك الناحيه الثانيه عشان من اولها كده. لا كنت بضحك معاه. ياي اما الجو هنا مش معقول يا ميت، ويجنن ومشجع. لا 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 بلاش. ليه يا حبيبي؟ ده انت جوزي. خلي يشوفني. معلش ده خلي صعب ويقطع لي حته. اهلا وسهلا. ده مفيش راجل بس في العيله. اهلا 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 بتولي بيه. ازيك يا خالو؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله. انا عملت بقى نصيحه حضرتك يا خالو واتجوزت اهي. الف مبروك يا الف مبروك يا هانم. وحش ازيك يا زازع بيه؟ زارع زارع ما توديناش في ده يا زارع. زارع ايه؟ زارع بصل. دم خفيف يا مضروب. مش معقول. والجوازه دي تمت امتى؟ تمت امتى؟ تمت امبارح العصر. بس ايه يا زازع بيه؟ لا ولا حاجه. العم النفس وما تشتهي. ربنا يخليك لينا يا خالو زازا. زارع زارع. دستور يا سيادة دستور. ايدك معايا يا سعادة الباشا. اسم الله عليك. نرجس. نعم يا بيه. روحي قولي للدكتور وحرمه ويجي يسلموا على متولي بيه وحرمه. من عينيا. يا اختي حمتي نواحش. عينيا. متولي. عينيا. اوعى تغلطوا قدام بنتي وتقولوا ان انا في مصر بروحها كباريهات ولا باتشاء. ياي ده حتى ما فيش كباريهات في مصر ولا ايه يا زعزع بيه؟ زرع زرع. البالونه بساك. البالونه بساك.
عنابي يا عنابي يا خدود الحنين. تعال تعال استاذ، شوف المصيبه اللي جت لنا برجليها. شافنا دي فيها ضرب نار يا حسن، مش حل غير اننا نهرب. في ايه؟ مين؟ علي البابا. عايزين يا بابا الباهي والاستاذ متولي وحرم عايزينكم. طب روحوا احنا جايين وراك. الباهي قال هاتهم فينا. ما باليد حيله. الله زورة ولا هوات؟ طيب احنا جايين اهو. اتفضل. قلت لك تنتهي الدكتور احط تنتهي وخلاص. لا اله الا الله، ما انا طول عمري بلايفك وبكبسك، مش معنى اليومين دول بقى الايديا تقلت عليك. هو كده، وبعدين ما حدش هيليفني ولا يكبسني بعد كده من النهارده الا حسن. يا حلاوه يا ولاد، بقى عايزه اللي بتليف البهايم تليفك. حكمتك يا رب. حكمتك انت يا الله، امين بقولك عليهم خلاص. لا 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 لا، انا راجعه اوضتي ما اقدرش. تعالي يا دكتوره تشوفوا عايز ايه ونفتح. عليك يا اوتي دكتوره حسن، تعالي عايزاك بكام؟ عايزاني في ايه؟ تعالي بس عايزاك. تعالي معايا يا رب. تعالي في ايه؟ تعالي معايا. يا ربي انا حاسس ان الحكايه دي مش هتعدي على خير. يا رب استر يا رب. انا اتخطفت. اسم الله عليك من الخطف يا ست الدكتور. يلا بقى اخرجي يا نرجس عشان الدكتوره هتحميني. اللهم اغشيك يا شيطان. دلوقتي بقت كوخه ولا بتتشقم مني؟ أمر لله. ياخد اسمك اسمك على جسمك. يلا بقى حميه بقى حميه. ايه ده؟ بس 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 ايه بتترعش ليه؟ لا ما فيش. ست الدكتور اسمع عليك، اكشف عليا احسن. الواد عمال بيرفس كده من الجناب باينه زهق وعاوز يطلع، باينه بيلعب في الوقت الضايع. انا اللي ضايع. بعدين بعدين اخد برد. ماشي كلام بخاطرك يا ست الدكتور. يخدمك الله سامنا بلدي. من خمسة وخميسة. ايه ما بلاش حكايه الحمام دي، الله يستريك. انا بقى في شبه ميه. شوفي بقى قبل ما تليفيني عايزاكي تدهني جسمي كله بالكريم عشان ابقى حلوه. نهارنا ازرق باذن الله. مش فاهمه انت مصممه ليه تحميني بالميو ده. لا ما هو طبيا كده صح. الناشفه دي لا، ما دي بلاستيك عشان تمنع الكهرباء. لا قصدي عشان تمنع العده. ما انا حاطط مسالي بيها، قصدي تمنع العدوى. يعني قصدك ايه؟ ما هو انت ممكن يجي لك زكام. زكام؟ مامي خليك هو، انا مش ناقص. ايه بس يا نجوى؟ ايه احنا وراكوا والزمن طويل يا سي احمد. ايوه يا ماما، انت لازم تشوفي لنا حل. استروا علينا، ربنا يستر عليكم وانا هصلح كل حاجه. انا تدوخوني ساعه دخان دي عليكم؟ لولا حافظ الله يستره ريح قلبي. هو حافظ هو اللي عرف مكاننا؟ طبعا. الله يخرب بيتك. ده انت مش فتان وبس، ده انت. نعم يا سي احمد نعم. انت ما كنتش عايزنا نعرف طريقك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا ما اقصدش. انا اسمع شو بقى، انا وعدك ان انا لم الموضوع لو انت وعدتني انك تسلمني حسن. اوعدي. نورت العزبه يا حافظ بيه، نورت العزبه قوي. خالي كده. اهلا يا خالي. اتفضل. ده مفيش حد غريب، دي الست نواعم الفنانه المعروفه. وده الباشمهندس احمد، حضرتك عارفه. ودي بنتها الاستاذه نجوى. ما شاء الله. ما لو سوتها ما اعرفوش. اصل هي انا كنت بديها العنوان قبل ما اجي علشان تيجي تحيي الفرح بتاعك، كنت سيب لها العنوان. انا ما فيش حد غريب يا خالي. يا اخي مش كنت تقول لنا عشان ابعت لهم حمارين ثلاثه يستقبلوهم؟ لا ما هو في ناس قامت بالواجب. هي نجوى بس اللي تعبت في السكه. وبنتك برضه فنانه زيك؟ لا دي خريجه جامعه. ما شاء الله ما شاء الله. من باب الحمام وكل خد يعني خوخه 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 خوخه.
لا لا انا قصدي يعني الاعمار بيد الله يا سمية. ربنا يديني العمر وهنيكي. ان شاء الله يا الله. يلا بقى كبسيني بقى. نعم كبسيني يا ابني. النهار الازرق ايه؟ لا لا مفيش حاضر. انت بتعملي ايه؟ لا اصل بابايا كان فطرتري. خير يا جماعه ضحكوني معاكم. يا جماعه بعد ما هنرتاح من المشوار هاخدكم ونطلع نتفسح في العزبه، وبالليل هنحتفل بمتولي ومراته. مبروك يا عريس. الله يخليك يا حمام. مبروك يا عريس. ماشي يا خالد. ايوه. هو مش معاكم؟ حسن مين؟ حسن عبد الدايم صاحبنا. ده من عهد صاحب الصلاه وغداه ولبانه. يا جماعة الحق. ما تسكتي بقى يا نوام اسكتي. يا اخويا اسكتت. سكتت. يا ست هو ما ماتش، هو مات نص نص، بعدين افهمك. امك بتقول الله يرحمه ليه؟ يا ست الرحمة بتجوز على الحي والميت. ربنا يرحمنا كلنا يا ست نوام. خضتني يا متولي. بعد الشر عليك من الخضة. بس اهدي اهدي يا نواعم. ولا متولي خلق ده باين عليه نمس قوي. ايه رايك بقى في عزبتي يا نعناع؟ يا سلام، انا كان طول عمري بتمنى ان انا اقضي الخمسين سنه اللي فاضلين في عمري في الريف. يعني انت بتحب الريف قوي. اسم الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله عليك يا اختي. يعني انت مرتاحه كده قوي؟ طب ارتاحي كمان. لا انت ارتاحي قوي. لا اختشي يا زهره، حد يشوفنا ولا حاجه؟ لا بس ما يشوفونا. طب ده انا هنا الكل في الكل، والكل يحب الكل، الكل يحب الكل. هي دي كل الحكايه، وكنت ناوي ارجع لك طبعا، وانا اقدر استغنى عنك. بس دي حكايه غريبه قوي يا احمد. المهم تخلي امك تشيل حسن من دماغها، احسن كلنا هنروح في داهيه. بصراحه انا امي ما اضمنهاش. خلينا في نفسنا. عندك حق يا حبيبتي. صحيح بتحبني يا احمد؟ وحياه عينيك الحلوه دي، لا حبيت قبلك ولا احب بعدك. وانا كمان يا احمد عمري ما حبيت حد غيرك. كلها كام يوم والامور تتعدل. واكتب كتابي عليك حبيبي يا حبيبي. حبيبتي انا. الله الله. مين سنية؟ سنية، مش حرام عليك تخون الست اللي تمنيتك على شرف مع واحدة تاني وبتبوسها كمان؟ انت فهماني غلط. ما انا شايفاكم بعينيا. دي بوسة بريئة. انت فاكرني طفلة مش فاهمة البوس البريء من البوس الغير بريء. بس كده انا هقول لحسن غلبانة واخليها تطير عشتكم. يا سنية خد هنا اهو. ايه سنية ايه وحسني ايه حكايتك؟ حسني ايه؟ ما انت عارفة ان حسني ايه حسن. جوزتك. جوزتي؟ وقعتيلي في داهية. تعال هنا. يا خرب بيتك يا نرجس. ارجوكي كفاية بقى. طب وحياة اللي ميتين دي كلهم يا ست؟ ما حدش بيموت في عيلتي. ارجوكي اطلعي بره بقى. وحياة مرحومة الست والدتي. خلاص انت تعبتيني. وحياة الباشمهندس انت تعبتيني اطلعي بره. اكشفي لي على الواد احسن، الواد بقيت له جات له سكتة قلبية. اولا ايش عرفك ان اللي في البتاعة دي ولد؟ عشان الضبع جوزي ما يزعلش ويطلقني، ما هو لازم ده يكون ولد. خلاص خلي الضبع هو اللي يكشف عليه. هو الضبع دكتورة. بطل يا ست دكتورة. انا اخرجي بره، انا عايزه الدكتوره في كلمه سر. يلا فين؟ انا عايزه في كلمه سر. لازم تكشفوا على الولد. لا مش هو بقى كله اسرار ولا ايه؟ كله اسرار. الحقيقه كلها اسرار. اشعري بره يلا.
خرم يا خرم يرضى. لا لا طب فسحوا لي شويه فسحوا لي شويه يا خرم يا خرم بدك يا نبي اسم الله علي يا ولدي نبني هذا اسم الله علي ولي ولي. ايه يا حبيبتي في ايه؟ مالك يا نشنش في ايه؟ المهندس جوزك ماله؟ استاذ احمد يعني. ايوه عمل لي ايه الزفت ده؟ عمل لي يعني ايه؟ ده عمل عمايله بره. بره فين؟ في ايطاليا؟ لا بره في الجنينه مع واحده ست. واحده ست مين؟ بنت ست العالمه نجوى. تعرفيها؟ لا لا, لا ما هو كل عالمه في شارع محمد علي ضروري تخلف بنت وتسميها نجوى. هي دي. اه مالها؟ مش قادره اشرح لك. كان بيبوسها يعني؟ انت شفتيهم؟ لا بس لو كان عمل كده يبقى ليا كلام تاني معاه. المجرم الوحش ده حلوه انت. ما هو زرع بيه ما نزلش عينه من عليك يا اخي. يعني منك انت من حركاتك. الله يعني اكبر. انت هتنق عليا يا ريت ولا ايه؟ ومش هخليه ينزلها طول عمره. والنبي تعمليها ما انت قادره مدوبها من 11 يامه. الله اكبر. ما تخافيش قوي كده. طب وحسن خد سكه خلاص؟ حسن عارفه يا بت؟ نعم. انا هخلي حسن ده استب. ما شاء الله. اه استبني ازاي بقى ست نواعم؟ عشان لو ما عرفتش اوقع زارع الاقي حسن. شفتي بقى؟ بقول لك ايه يا ماما؟ ايه يا اختي؟ هحلفك يعني ايه؟ ادام ربنا كرمك ولقيتي زارع في سكتك اعتقي حسن بقى. بيت في ايه؟ انتي هتعلميني انا؟ ايه ده؟ يا خرابي قتلوني. انا رايح شوف ايه. استنى خدي معايا. طب يلا بسرعه. يا ماما لا. ايه؟ ما فيكيش حاجه. ده مش فيكي. مش فيكي؟ امال ده ايه؟ ده صوت نار بره. بره؟ تعالي يا بنت اما نشوف. لا 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 تحت البيت. خليك انت احسن من الكشف. وانا براقبه داخل وطالع من العزبه وانا همه. وكل ما اجي احط ايدي عليه فص ملح ويدوب. هو مين؟ فوكس. فوكس؟ اه فوكس كلب الجيران اللي جنبنا. قال ايه؟ بيحب كلبتي فلة. قتلته. كلب الله حرام عليك يا اخي. يا ساتر على دخلال. هم زعلوا ليه؟ هو كان قريبهم. يا حياتي وبقيت ما اقدرش اعيش من غيرك يا نواعم. طيب لو بنتك بقى ما وافقتش على جوازنا؟ ما توافقش ازاي؟ بنتي ما تقدرش تمانع. اصلا انا ما احبش اقعد في حته يكون حد فيها بيكرهني. معاشي اللي يكرهك يا نعنع يا حبيبتي. طب دي ثانيه انا متاكد انها هتحبك اكتر مني. بس انا ليا شرط. الشرطي؟ الشرطي يا روح قلبي. مفيش نزول لمصر لوحدك. ها؟ ليه بقى؟ عشان انت بتبقى في مصر حاجة تانية. يا خبر مين اللي قال لها؟ لا لا يا حبيبتي انا حنزل مصر رجلي على رجلك. قلت ايه يا نعنع؟ اللي بيحصل ده مخلي عندي امل ان احنا نتجوز قريب. مش باين. زرع عاوز يتجوز امي. واللي يتجوز امي طبعا هيبقى عمي. وبعدين هو عارف ان انت متجوز الدكتوره حسن. يعني مش هيوافق. اصل انت ما تعرفيش حسن بيحب بنت زرع بيه وهيتجوزها والجو هيخلالنا. وهو زرع عارف ان حسن راجل؟ مصيره هيعرف اذا كانت البنت نفسها ما تعرفش. يا احمد حكايتنا كل شويه بتتعقد اكتر. ما هو ضروري حسن هيشوف له حل عشان يتجوز البنت دي واكيد هيكشف لها عن شخصيته. يا خبر حق. لو زرع بيه عارف ان حسن راجل وطول المدة دي داخل خارج على حريمه أكيد هيقتله. لوحده؟ لا طبعا كلنا.
كلنا ايه بس يا نجوى؟ بقولك ايه، حسن هيقول للبنت ان هو ولد، وفي الحاله دي ممكن البنت تحبه او تكرهه. ممكن. ممكن طبعا. طب تعالي اقول لك كلمه سر. سنيه، انا حاسه ان انت بتكرهيني. اكرهك؟ اكرهك ازاي؟ انا عمري ما حبيت حد قدك، انت زي مامي. قولي زي ايه؟ زي بابي. بقولك ايه يا سنيه، يعني سنيه من جوه، لو تقدم لك عريس شبهي كده بالظبط ترضي تتجوزيه واسيبك لوحدك؟ جاوبي على سؤالي. اه طب لا، انا بقول افردي افردي، يعني بقول نكته. قولي شمس. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الحقوني الحقوني يا صغيره يا صغيره، اختي لك هنا هون يا اختي، مش عارفه يا اختي مش عارفه يا اختي مش عارفه، بين حاولت. طب خلاص خلاص اشوفك اشوفك يا اختي. لا 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 ليه يا اختي؟ لا ليه يا اختي؟ شوفيني، ما تحبليش الخير ليه؟ طيب خلاص خلاص اشوفي شوفي يا اختي. لا 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 انت تروحي مستوصف. مستوصف ليه؟ ما انت الدكتوره. حيواني يا صغيره هموت. دكتوره حيوانات يا لهوي.
سمية، أنا عايزة أعترف لك بسر. قول يا حسن. أنا مش حسن، أنا حسن. أيوة أنا حسن، ومش قادر أكون غير راجل بقى. أحمدك يا رب. نعم أحمدك يا رب، يعني مش مندهشة ولا حاجة. قلبي كان حاسس. من إمتى؟ من مدة قريبة، وكنت بحاول امتحنك وأكشفك. الله 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 الله. بطني يا احمد. اجمد يا حسن. بطني مصابيني بتتقطع. ما هو كله متفاصل. حد ياكل توشت كسكسي وخرف لوحده. اعمل ايه؟ ما انا كل ما كنت اخلص فخده كانت تقول لي تعدمني لازم تاكل التانيه. وخفت لا تعدمها، اديك هتموت من كتر الاكل. اصل بحبها وخايف اموت من غير ما اتجوزها. مش هتلحق يا حبيبي تتجوزها. لا لازم اتجوزها، بحبها. انت هتهنيني. يا نرجس. ايوه تعالي بسرعه. عايز بقول لك ايه يا نرجس؟ حضري شويه كمون وشويه نعناع وهاتي ميه سخنه عشان الدكتوره تعبانه. اهدى، هي هتولد يا شيخ احمد؟ دي الف نار ابيض، دي الف نار. هتولد ايه يا نرجس؟ روح هاتيها عشان هي تعبانه بسرعه. لا قول بالحق، هتولد ولا هتولد؟ لا مش هتولد يا نرجس. هو اللي قلت لك عليه؟ يا الف نار ابيض يا ضبع. عامله لك زيت عليها يا بنت نرجس فيها يعني؟ راح هتولد اجري حتى صفحة مية سخنة وشوية كرابية وشوية كمون ونعناع وشوية كركري بالمرة يا بني. عقبالك عقبالك يا نرجس لما تجيب لنا كده بقى افتكر ان هو. تسلم حالك يا توتو على ما حضر الفطار للعرايس. نرجس. ايوه يا عريس. حضري الفطار. صباحية مباركة يا عريس. ديك بيدا كوكوكو في الفجرية. يلا بنا على بابا الله يا صنايعية. اجعل صباحك صباح الخير يا اسطى عطية. زهرة زهرة. ايوه ده هو اللحن في نرجس نرجس. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح العرايس الحلوين. يا اخواتي ايه عصافير كناريه؟ اهدى عصافير مزقزقين. مزقزقين يعني ايه يا نهارس؟ يعني سو 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 سو. امي بقى المرحوم امي كانت بتقول لي كده. قولي لي يا بنت نرجس، ايه الدوشه اللي بره ده؟ اسكتي. ايه مش الدكتوره بيناها هتولد؟ ايه الدكتوره هتولد؟ ايه هتولد زي كل النسوان ما بتولد. عقبال كده ما تجيبوا الزغلول الصغير. يا عريس مقطفر وشل حته من الظفر. يا عريس مقطفر وشل حته من الظفر. قشطه يا بيه قشطه. ايه يا بتولد؟ يا رب يا سند يا ماما لما تولد ان شاء الله فايمين ولد، ان شاء الله ولد. بطني بطنتي بطنتي يا علق منك لله يا سنية. يا ده شو عليك يا حسن؟ قصدي يا حسن. ست سنية وست سنية مالها يا ست الدكتور؟ الكلام ده تقوليه لاحمد بيه. يا معلم طب حط يا اخويا الحاجة اللي في ايدك واطلع بره. كان نفسي اشوف المولود كده وهو نازل الملعب عشان اتبشر بيه. عقبالك يا نرجس. ولد ان شاء الله ولد. انا مش عارف المتخلف ده هو ومراته مصممين انها اولادها ليه. خير يا اختي خير. اسمها الله عليك خير، كله خير يا الف نهار ابيض. توم توم بطني 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 بطني. بني يا سنية. بني لازم كل بني يا سنية. بني يا عالم بني. يا حبيبتي ألف سلامة، إن شاء الله عدوينك اللي يكرهوك يا رب. ما هو كله من تفاصلي. الله عليك يا أختي. بقول لك إيه؟ أنا مش عارف الولية دي وجوزها مصممين إنها أولادها ليه؟ أنا رايح أشوف شغلي. هو يخسر الرجاله كلهم كده. بسم الله عليه، لما يحسوا ان نسوانهم قربوا يولدوا يحصل لهم اكتئاب نفسي. قومي سخني النعناع.
من عينيا. يا بني بني يا بني، اول ما تعوز اي حاجه انتهى عليا وانا حاجه فريره. الحقيني يا ست الدكتوره. في ايه الوضع جامد؟ مساحه يا اختي شويه. تعالي يا اختي، تعالي تعالي. ايدك يا اختي، ايدك 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 كده. شايفه؟ عينيا الاثنين. على فين يا باشمهندس؟ انا كنت رايح. تعال 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 عشان معانا الشاي. انا كنت رايح الحوض الغربي اشقها على الارض. مش لما تطمن على الست الاول. ست الست ست الست ست حسن. صحيح ست حسن. اشرب اشرب الشاي معانا لحد ما نطمن. ده صوت مرض نرجس. ولد يا رب، ولد يا رب، ولد لحسن ارتكب جريمه يا رب. ولد جريمه ايه؟ اصله حايف لو ما جابش ولد هيقتل الكل. يا لهوي. خير يا ست سليم؟ مبروك جبت ولد. احمدك يا رب. وست حسن ولدت؟ جابت بنت. يبقى اني اللي اكسب. اني ولد وهم بنت، اني ولد هم بنت، اني ولد هم بنت، اني ولد هم بنت. حسن تاول. ليه؟ هي مش ست؟ لا. ايه؟ لا ست طبعا. وانت مش راجل؟ راجل ونص. وهي مش مراتك؟ لا. ايه؟ لا مراتي ونص. امال ايه العجيب بقى؟ العجيب انها تولد. امرك انت العجيب يا باشمهندس. اصل الفرحه ملخبطاه يا عين امه. اهدى يا باشمهندس، كل الستات بتولد. الستات يا ست نواعي، الستات. وهي مراتك مش ست؟ لا. ايه؟ لا ست، ست وست الستات كمان كده برضو يا حسن. اما حماده ولاده البيت. حماده مين يا دكتور حسن؟ حسن ايه ودكتور ايه؟ ما خلاص عرفوا كل حاجه يا عم. ايه ده؟ هم عرفوا؟ وثانيه الحمد لله الجو بيني وبينها اخر حلاوه. طب امال ايه حكايه البنت دي؟ لا ما دي حكايه ثانيه خالص. اصل نرجس لما جالها وجع الولاده انا رحت مولدها. انت اللي ولدت نرجس؟ ازاي؟ زي ايه؟ ما هو زيها زي اي نعجه ولا جاموسه بتولد فيها هيله. ارجع انت. انا ما بقتش عارف حاجه في البيت ده خالص. مش مهم تعرف، المهم ان الطفل اللي نزل الاول الاول كان بنت اللي هي دي. تاني طفل نزل بقى كان ولد. هي شافت البنت من هنا وجالها كريزه، خافت بقى لجوزها يطلقها. قال لها طب ما هو جال الولد اهو. ما هو وجود البنت هيلغي فرحته بالولد. المهم وبعدين؟ ولا حاجه. نرجس بقى حلفتني ان انا اقول ان البنت دي بنتي ونبلغ الخبر للضبع حبه حبه. عشان كده انت ماسك زله لنرجس. ومش هتقدر تقول ولا كلمه من اللي سمعته. ولا تقدر تنطق. تقدري تنطقي؟ ولا سمعت يا اخويا. استر عليا، استر عليا. عيل هيستر على ولا ايه؟ خلاص استر عليا يا ساعه البيت. خلاص يا نرجس. خلاص معلش. معلش يا اخويا. شفت بقى؟ مسألة زي الفل والموقف في ايدينا تمام التمام. في ايدينا؟ ده الموقف اتنيل بنينا. يا طبعي يا طبعي يا طبعي. حقيقي الاسلوب بتاعي ده ثانية مش ممكن هتتجوز. لكن اسلوب مريحني. بس
لازم يريح بنتك كمان. هتتجوز ازاي طول ما انت قاطع عليها النور والمي ومانع كل راجل يخش العزبه الا اذا كان متجوز؟ تبقى ثانيه هتتجوز ازاي؟ مش عارف مش عارف. يظهر البرم والجري اللي انا جريته هو اللي عمل فيا كده. غلط يا زارع غلط. البنت او الولد حتى لو كنت حاططهم في ام وهم عايزين يعملوا حاجه هيعملوها. الرد على التربيه يا زارع. عندك حق. وبصراحه كده فكرة متولي كانت غلط من أساس، وهي اللي ورطتنا الورطة السوداء اللي احنا فيه. لا ولا ورطة ولا ميلة. وبعدين مش هنلاقي حل. أنا عارف الحل. خدني. اسم الله يا أخت. صبر عليها. اسم الله يا أخت. بنتك معاك أهي وأنا هقول لزارع بري على كل حاجة. أنت عايز تودينا الداهية، أنت عمرك ما اتصرفت صح. ها؟ يعني هي كانت فكرتي لوحدي؟ ما هي فكرتك أنت والحيوان اللي اسمه متولي. طب يا أخي بدل ما نتخانق نشوف لنا حل. أهو. آدي الباروكة. وبنتك معاكي. أنا هروح لزارع بيه. وهطلب ثانية منه، وإن مرضيش هاخدها بالقوة. إيه؟ بالقوة؟ أنا حتى عندي استعمل القوة. استنوني، أنا هجيب لكم الأسلحة وراجع لكم. حضرتك رحت فين؟ ورايا ورايا. هما بيجروا كده ليه؟ أصل الاسم طلعت ليه؟ هيقتلهم. يلا بينا. ايه 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 ده شافنا. والبنت بنتهم يا حرام. دي بنتك يا ضبع. ايه طب والولد؟ ابنك برضه يا ضبع. داني كفاءة. عرفتي بقى اني ضبع. ماني عارفة. حسنين ونور العين. زفت الشباب الاثنين. طب مش تقولي لي بس في ايه الاول؟ احنا هنروح فين؟ ما تقول يا حسن. اسم حسن. حسن حسن اسكت يا اخي، المهم انك تعيش. اقف يا بعدك ده. استنى يا سامح. يا مهلك يا سامح. يا سامح يا نواحي ارجوكي من حسن. يا رب يا سامح. يلا يا حسن. يلا ايه بس؟ استنوني. ما احنا مستنيينك بس مدوا. وبعدين الراجل ده هيعمل فينا ايه؟ بعدين اروح منين؟ اروح منين؟ ده ايه الحيره دي يا رب؟ يا احمد الحق. حسن يا حرام، دول ماتوا يا احمد، ما تلحقوا. الحقوا فين؟ انت مجنونه. قوم يا حسن. قوم يا ثنية. حسن يا ثنية. ولما حب البنت تبقى عايز تقتله؟ قالوا محتار تجوز البنت ازاي. تجوز ازاي وانت حابسها هنا؟ قدام
اعمل ايه بس يا نواحي؟ ما هو خوفي عليها هو اللي خلاني اعمل كده. ما هو الخوف ما يعملش كده. الله بقى تطلعها من المدرسه وتحبسها في العزبه. ما تشوف الدكتور ده بقاله ساعه جوه. طب ايه ده؟ ايه يا نواحي؟ يا دكتور طمني يا دكتور. في ايه؟ مالكم ايه لسه اللي انتوا عاملينه؟ بقولك ايه؟ البنت اخبارها ايه؟ ها؟ الولد مازال في حالة اغماء. يا خرابي. طب والبنت؟ مالها؟ جرالها ايه؟ حصل لها ايه؟ الله يكون في عونك. يا حبيبتي يا حبيبتي يا بنتي طمني طمني وحياتك يا دكتور. الولد كل ما يفوق البنت تبوسه يرجع يغمى عليه تاني. يعني بنتي عايشة؟ ايوه. يبقى هقتله. لا هقتله ده ايه؟ هو غريب بجوزها وكمان اتجوزها. لسه هنتجوز. لسه هتجوزها. ابدا ابدا لازم تتقدموا. يا احمد ما تتكلم يا احمد. انا مش انت اللي حطيت نفسك في المشكله دي. يا بيه مش احنا اللي حطينا نفسنا في المشكله دي. مش ممكن. ظروف المجتمع هي اللي حطتنا. برضه هتتقدموا. وبعدين يا سعاده احنا ما نصرفناش على حاجه.